بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الثانوية العامة القسم الأدبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحلة جديدة وحلقة جديدة وحكاية جديدة من حكايات الجغرافيا السياسية نلتقي فيها إن شاء الله مع قناة التعليمية أكاديمي، مع المتعة، مع الإثارة، مع جميع المواد الدراسية، مع كبراء معلمين المواد الدراسية في جميع المواد. ندعو الله عز وجل أن نكون جسرا للعلم وللمعرفة بإذن الله تعالى. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق مع بداية درس الدولة، اتعرفنا فيه على الدولة وأركان الدولة، وعرفنا الفرق بينها وبين الأمة، وعقدنا مقارنة ما بين الدولة والأمة، ثم عملنا بعد كده قلنا أنواع الدول حسب التقسيم الإداري والسياسي. اتكلمنا وعرفنا يعني إيه دولة وحدوية، ويعني إيه خصائص الدولة الوحدوية. وعرفنا أن الدولة الوحدوية اللي بيطلق عليها الدولة المركزية بتعرفها بخصائصها بتطبيقاتها. النهاردة بإذن الله تعالى بنروح للجزء الثاني من موضوعنا اللي هو نفس الدرس، ولنا لقاء مع درس الدولة أيضا، ولنا لقاء النهاردة مع الدولة الاتحادية. لو أنا بصيت للإسم الدولة الاتحادية، ده بيقصد بيه اتحاد دولتين فأكثر، يبقى دولتين عملوا اتحاد بشكل معين هنتعرف عليه. طيب الدولة الاتحادية بيطلق عليها اسم الدولة المركبة، اوكي. ايه كمان اللي بيطلق عليها؟ الدولة اللامركزية. ولو انا توقفت مع هذه الكلمة، في فرق كبير جدا بينها وبين كلمة الدولة المركزية اللي احنا قصدنا بيها الدولة الوحدوية، اللي هي ليها حكومة واحدة ومجلس نيابي واحد، والحكومة دي مسيطرة على كل شيء في داخل الدولة. اما الدولة اللامركزية اي ان اجزائها يمكن أن تحكم نفسها بنفسها في أمور كثيرة باستثناء أمر أو اتنين زي ما هنتعرف إن شاء الله. نلتقي دلوقتي مع الدولة الفيدرالية، هي أحد أجزاء الدولة المركبة التي تنقسم إلى الدولة الفيدرالية والدولة الكونفدرالية، أو إن صح التعبير نقدر نسميه الاتحاد الكونفدرالي. نلتقي ببسم الله الرحمن الرحيم مع الدولة الفيدرالية. قبل ما هقول تعريفها وقبل ما نقول أي حاجة، الدولة الفيدرالية نشبهها كده مثلا زي الولايات المتحدة الأمريكية، مجموعة ولايات متحدة مع بعضها. كل ولاية، احنا هناخدها كنموذج ونطبق على بقية الدول إن شاء الله، كل ولاية في هذه الولايات ليها حاكم عندهم في الولايات المتحدة بيطلق عليه اسم عمدة الولاية، وكل ولاية ليها حكومة مستقلة بالولاية بتدير الشؤون الحياتية لهذه الولاية، باستثناء حاجتين اتنين بيتبعوا للحكومة المركزية بتاعت الدولة، هي الأمور المالية والدفاعية. تعالوا نشوف التفاصيل. بيقول لي الدولة الفيدرالية زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي، الدولة الفيدرالية هي الدولة المقسمة إلى وحدات إدارية، مقسمة الوحدات إدارية من الداخل، قد تكون ولايات، قد تكون مقاطعات، قد تكون أقاليم، قد تكون محافظات، دي كده اسمها وحدات إدارية. يبقى الدولة الفيدرالية هي المقسمة من الداخل إلى وحدات إدارية. طيب وتتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي، خلي بالك بأكد قوي على كلمة ايه، بنوع، بنوع من الاستقلال الذاتي. إذن هي ليس لديها استقلالا ذاتيا تاما، هي بتتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي فيما عدا النواحي المالية والدفاعية. يبقى الدولة الفيدرالية انا دلوقتي شبهتها لك، قلت بالولايات المتحدة الأمريكية على أساس إن هي الأشهر تماما، ولايات متحدة، كل ولاية متحدة مع ولاية أخرى، كلهم واقعين تحت رئاسة محددة، ولكن كل ولاية ليها حكومة مستقلة بذاتها
ما عدا حاجتين اتنين، الامور المالية والامور الدفاعية. تعالوا نبص على بعض النماذج من الدول الفيدرالية نطبقهم مع بعض واحدة واحدة. بص معايا كده، الدولة اللي انا بشير لك اليها بالسهم بتاعنا دي الولايات المتحدة الامريكية، دولة فيدرالية، عشان اتفقنا الكلام ده انا قلته المرة اللي فاتت معاك وديني بكرره لك. كل الالوان الخضراء المعروضة قدامك على الخريطة اللي احنا عرضناها والخريطة الخلفية بتاعتي دي كلها الدول الفيدرالية الموجودة على مستوى العالم. تعال نبص، هتلاقي كل امريكا الشمالية، امريكا الشمالية زي ما انتم عارفين فيها ثلاث دول، هي الولايات المتحدة الامريكية، فيها كندا، فيها دولة المكسيك، والثلاث دول دول فيدرالية. لو نزلنا لامريكا الجنوبية هتلاقي عندنا في دولة البرازيل، وفي عندنا دولة الارجنتين، وفي جيانا مجموعة اخرى من الدول الصغيرة. وكذلك لو وصلت لقارة افريقيا هتلاقي في عندك السودان، هتلاقي في عندك جنوب السودان، هتلاقي في عندنا اثيوبيا، هتلاقي في عندنا الصومال، هتلاقي في عندنا نيجيريا. دول مجموعة دول موجودين في قارة افريقيا. لو انتقلت معاك الى قارة اوروبا هنلاقي عندنا في سويسرا، هنلاقي عندنا في المانيا، هنلاقي في البوسنة والهرسك. لو انتقلت معاك برضو الى دولة مقسمة ما بين اراضي اوروبا واسيا الا وهي روسيا الاتحادية. روسيا الاتحادية من الدول الفيدرالية في العالم. ثم اروح معاك الى دولة الهند والى دولة باكستان والى دولة العراق والى دولة الامارات، كل دول مجموعة من الدول الفيدرالية. تمام. كذلك عندنا في دولة ماليزيا، واخيرا بنختم بقارة استراليا وهي القارة الدولة. دول مجموعة دول فيدرالية موجودة على مستوى العالم ككل. لو انت هتلاحظ معايا ملحوظة خفيفة كده، ان اغلب الدول الفيدرالية بتتمتع بانها ذات مساحة كبيرة. ده اغلب الدول الفيدرالية بتتمتع بانها ذات مساحة كبيرة. لو انت بصيت في الكلمة اللي انا بقولها هتلاقيها عكس الدول الوحدوية. انا قلت في خصائص الدول الوحدوية ان اغلبها ليست دول كبيرة المساحة باستثناء دولة الصين، ده كان في الدولة الوحدوية او المركزية. لكن الملاحظ هنا في الدولة الفيدرالية ان اغلبها دول بتتمتع بانها ذات مساحة كبيرة. الدول الفيدرالية خلي بالي عشان الجزء ده في غاية الاهمية. الدول الفيدرالية اهم ما يميزها ان ليها حكومتين. خلي بالك ونركز قوي في اللي بيحصل. انا عندي فيه حكومة مركزية وعندي فيه حكومة تانية بيسموها حكومة محلية. يبقى انا عندي فيه حكومة مركزية وحكومة محلية. يلا نسأل نفسنا الاول سؤال عشان نقدر نفهم من خلاله، مين هم الحكومة المركزية اللي موجودين في الدولة الفيدرالية؟ قال لي اه، تعال نقسمهم مع بعض. الحكومة المركزية عبارة عن رئيس الدولة والوزراء بتوعه ومجلس نوابه اللي هو ممكن يطلق عليه اسم الكونجرس مثلا زي ما موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. طب يا ترى دول شغلتهم ايه؟ اختصاصاتهم ايه؟ مسؤولين عن ايه؟ الحكومة المركزية دي مسؤولة عن حاجة اسمها الامور السيادية في الدولة. يا ترى الامور السيادية داخل الدولة دي عبارة عن ايه؟ قال لي ده عبارة عن الجيش، عبارة عن الشرطة، عبارة عن الاقتصاد، الامن الداخلي، والسياسة الخارجية، والبعض يضيف الاعلام. كل دول اسمهم الامور السيادية. يبقى الامور السيادية اللي انا كتبتها لك قدامك دلوقتي كل دول
من اختصاص الحكومة المركزية بتاعت الدولة، اللي هي من اختصاص رئيس الدولة ومجلس وزرائه ومجلس نوابه، هم الوحيدين اللي يقدروا ياخدوا قرار بالنسبة للأمور السيادية. طيب لو أنا جيت بصيت على الجانب الآخر، الحكومة المحلية، الحكومة المحلية يلا نعتبر ان مصر بلدنا اعتبارا انها دولة فيدرالية، عشان تفهم ده هيبقى مكون من المحافظ اللي هو محافظ المحافظة الواحدة اللي هو في الولايات المتحدة بيسموه العمدة، ونوابه ورؤساء الاحياء والمجالس البلدية او المحلية. ودول شغلتهم ايه يا ترى؟ قال لي الشغلة بتاعت الناس دي فقط ادارة الشؤون الحياتية للسكان. دول كده بيديروا الشؤون الحياتية للسكان. يبقى باختصار شديد ان الدولة الفيدرالية ليها حكومتين، حكومة مركزية وحكومة محلية. الحكومة المركزية زي ما اتفقنا رئيس الدولة ووزرائه ومجلس نوابه، ودول بيختصوا بالأمور السيادية بتاعت الدولة زي الجيش والشرطة والسياسة الداخلية والأمن الداخلي والسياسة الخارجية والأمن الداخلي، والبعض يضيف الإعلام. أما الحكومة المحلية ده بيعتبر زي ما قلنا نقدر نقول عليه المحافظ، نقدر نقول عليه عمدة الولاية، حاكم الإقليم، حاكم المقاطعة، والمساعدين بتوعه من النواب ورؤساء المجالس البلدية وهكذا. ودول شغلتهم إدارة الشؤون الحياتية للسكان. من خلال الخريطة اللي احنا عرضينها مع بعض زي ما قلنا ان احنا حددنا مع بعض أهم الدول الفيدرالية الموجودة على مستوى العالم ككل. يبقى انت من خلال الخريطة دي ممكن تعمل تمرين مع نفسك في البيت، انت هيبقى قدامك خريطة سياسية للعالم كنوع من التمرين للخريطة، هتبص كل الدول اللي لونها الازرق دي دول وحدوية وده شغل اللقاء اللي فات، اما الدول اللي لونها الاخضر دي الدول الفيدرالية وده اللي احنا رصيناه مع بعض من شوية. يبقى انت كنوع من التمرين بتقدر تطلع الدول دي وتروح كاتبها مع نفسك، يبقى انت فهمت كده لان انا قلتها لك كلها، وانت كنوع من التمرين هتطلعها كتدريب لوحدك. طيب الدولة الفيدرالية لها مجموعة خصائص. يعني ايه خصائص؟ قال الخصائص يعني الصفات، يعني السمات، يعني المميزات التي تتصف بها الدولة الفيدرالية. اهم صفات الدولة الفيدرالية يا جماعة، اول نقطة قال لك بتتمتع بدستور فيدرالي واحد، اي ان الدولة بكل اجزائها سواء ولاياتها مقاطعاتها اقاليمها محافظاتها ليهم دستور واحد. وحابب انبه لكلمة مهمة، هناك فرق واضح ما بين الدستور وما بين القانون. الدستور هو اللي بيبين حقوق وواجبات كل فرد الموجود داخل الدولة، اللي بيبين المهام بتاعة كل فرد في الدولة، اللي بيبين مدة حكم رئيس الجمهورية، اللي بيبين مدة انعقاد دورة مجلس النواب، بيوضح لنا كل الكلام ده الدستور. وزي ما قلنا بيوضح حقوق كل واحد وواجبات كل واحد ايه، ولذلك اللي بيشكل الدستور واللي بيعمل الدستور جميع اطياف الشعب، بمعنى ان بيتاخد ناس عبارة عن بيمثلوا كل فرد بيمثل فئته، فئة المعلمين، الأطباء، المدرسين، المهندسين، الفنانين، كذا، العمال، الفلاحين، وبيقعدوا يحطوا دستور الدولة. الدولة الفيدرالية بتشبه الدولة الوحدوية في ذلك أن كل منهما لها دستور واحد، ووجود دستور واحد للدولة الفيدرالية ده بيعتبر قمة الديمقراطية. خلي بالك عشان هتحتاج الجملة دي في اختيارات في الأسئلة. يبقى هنا وجود دستور واحد للدولة الفيدرالية ده دليل على وجود ديمقراطية في هذه الدولة. إذن إن أنا عندي هنا أول حاجة الدولة الفيدرالية زي ما اتفقنا بتتمتع بدستور فيدرالي
واحد. النقطة التانية، احنا بنقول ان الدولة الفيدرالية بتنقسم فيها السلطة الى قسمين اللي احنا جبنا سيرتهم من شوية. انا عندي فيه سلطة مركزية وسلطة محلية. حاول تراجع معايا كده وقول معايا، السلطة المركزية مين؟ لسه كنت بقول لك من شوية الحكومة المركزية او السلطة المركزية. يلا سمعني معاك، اول حاجة هو رئيس الدولة ووزرائه ومجلس نوابه، دول كده بيسموهم السلطة المركزية. وزي ما اتفقنا مع بعض ان السلطة المركزية دي بتختص بإدارة الأمور السيادية في الدولة، زي ما قلنا الجيش، الشرطة، الاقتصاد، السياسة الخارجية، الأمن الداخلي، والبعض يضيف الإعلام. ده من اختصاص الحكومة المركزية بتاعة الدولة. أما السلطة المحلية اللي هي حكومات الأقاليم، زي ما قلنا عمدة الولاية أو المحافظ أو كذا، ودول بيختصوا بإدارة الشؤون الحياتية للسكان. عندي مثال بسيط نتعلمه. لو أنا افترضت افتراضا تاني، أنا بقرب لك وجهة النظر على قد ما نقدر. لو أنا افترضت أن مصر دولة فيدرالية، فرضا، احنا دولة وحدوية خلي بالنا. لو أنا افترضت أن دولة مصرنا دي دولة فيدرالية، هتلاقي نفسك مثلا سكان مدينة القاهرة طلاب الثانوية العامة القسم الأدبي في مدينة القاهرة ممكن يدرسوا الجغرافيا السياسية اللي انت بتدرسها. هلاقي طلاب مدينة الإسكندرية هلاقيهم بيدرسوا فرع تاني مثلا، وده على حسب التنظيم الداخلي بتاعهم. هلاقي طلاب مدينة أسوان بيدرسوا فرع تالت تماما للجغرافيا السياسية. ده في حالة ان احنا دولة فيدرالية، يبقى كل محافظة او مقاطعة او ولاية بتحط ظروفها وبتحط خطط للشؤون الحياتية بتاعتها كيف شئت. طيب ده كلام عظيم وجميل جدا جدا جدا. اذا دلوقتي مرة تانية يا جماعة، ان انا عندي فيها السلطة بتنقسم الى سلطة مركزية وسلطة محلية. الخاصية الثالثة بيقول ان هناك توازن ما بين السلطة المركزية والسلطة المحلية، كل واحد عارف شغله، والاتنين كده بالاسلوب ده بينهم علاقة تكاملية، اللي هو السلطة المركزية بيكملها الحكومة المحلية، والاتنين بيتعاونوا من اجل اكتمال السيطرة على الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين. والخاصية رقم 4 بيقول لي يكون للشعب حق المشاركة في الحكومة المركزية او في الشؤون المركزية. يعني مثلا يحق لواحد مثلا من ولاية شيكاغو التقدم لرئاسة دولة الولايات المتحدة، يحق لاخر انه يدخل معاه في منافسة من ولاية فلوريدا، ايا كان، يبقى بيحق للشعب المشاركة في الحكومة المركزية. واخيرا الدولة الفيدرالية لا يمكن تحت اي ظرف من الظروف ان تتحول الدولة الفيدرالية الى اتحاد كونفدرالي. يبقى خصائص الدولة الفيدرالية بسرعة مع بعض كده، اولا بتتمتع بدستور فيدرالي واحد، السلطة فيها بتنقسم الى سلطة مركزية ومحلية وعرفنا وظائف كل واحدة. التالتة قلنا هناك توازن ما بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية. 4 يحق للشعب المشاركة في الحكومة المركزية. واخيرا لا يمكن ابدا ابدا ان تتحول الدولة الفيدرالية الى دولة كونفدرالية. طيب ده كلام جميل جدا جدا. زي ما بقول لحضرتك هنا قدامك ملحوظة، النظام الفيدرالي الامور المتعلقة بالسيادة من اختصاص الحكومة المركزية وحدها دون حكومات الاقاليم. كلمة دون هنا يعني ايه؟ فكر كده. يقول لك يبقى في الدولة الفيدرالية الامور السيادية من اختصاص الحكومة المركزية دون حكومات الاقاليم، اي من غير حكومات الاقاليم، ان هي حاجة بيختص بيها فقط الحكومة المركزية. طيب ده كلام جميل جدا، ده بالنسبة للدولة الفيدرالية. ماشي، تعال نروح مع بعض للاتحاد الكونفدرالي.
اللي بيطلق عليه مجازا اسم الدولة الكونفدرالية. الدولة الكونفدرالية زي ما هو موجود قدامنا دلوقتي حالا بيقول لي هي انضمام دولتين او اكتر، يبقى عبارة عن دولتين انضموا مع بعضهم. طيب في اتحاد، يبقى الدولتين دول عملوا اتحاد. الاتحاد ده بينظموا معاهدة بينهما، يبقى الاتحاد اللي عملوه الدولتين عملوا له معاهدة معينة. المعاهدة دي غرضها ايه؟ قال لي تحقيق غايات اي اهداف مشتركة، تمام. وبعد كده بتعهد ببعض من صلاحياتها، بتدي بتسند بعض من صلاحياتها الى حكومة مركزية، بتعدي صلاحياتها لحكومة مركزية مع احتفاظ كل دولة بشخصيتها القانونية وسيادتها الداخلية والخارجية. زي بالظبط انجح اتحاد كونفدرالي موجود حاليا في العالم هو الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي لحد سنة فاتت كان بيتكون من 28 دولة، خرجت منه انجلترا، يتبقى فيه 27 دولة. كل دولة مسؤولة عن ذاتها، كل دولة بتتميز بأنها بيخرج منها تمثيل دبلوماسي خاص بيها. معنى كلمة تمثيل دبلوماسي يعني وفد بيخرج في المؤتمرات السياسية والاقتصادية الدولية بيتكلم بلسان الدولة الواحدة. يبقى أنا لو بصيت للاتحاد الأوروبي 27 دولة، يبقى هيطلع 27 وفد دبلوماسي، كل وفد بيتحدث عن دولة معينة. يبقى الدولة الكونفدرالية انضمام دولتين أو أكتر في اتحاد بينظم هذا الاتحاد معاهدة بين الدولتين أو الأكتر، وقال لي بتعهد أي بتدي بعض. طب هم عملوا الاتحاد ليه؟ قال لي عشان تحقق غايات معينة، وبتدي بعض من صلاحياتها الى سلطة مركزية عشان تدير شؤون هذا الاتحاد. يبقى السلطة المركزية هنا فقط لإدارة الاهداف اللي الاتحاد الكونفدرالي اتفق عليها، مع احتفاظ كل دولة، خلي بالك من النقطة دي، احتفاظ كل دولة اي حكومة كل دولة، حكومة كل دولة اللي هو رئيس كل دولة، وزراءه، نواب، مجلس نوابه، دول كده هم الحكومة المحلية بالنسبة للاتحاد الكونفدرالي. يبقى بسرعة كده معايا، يبقى الاتحاد الكونفدرالي اهو ده كده اتحاد كونفدرالي بيتكون من مجموعة دول، اهم مجموعة الدول اهي اهي، تمام. دولة الف ب ج د ه نون واو مثلا. الاتحاد ده اتفقوا على اتفاق معين عايزين يعملوه، هذا الاتفاق لابد ليه من ادارة. الادارة دي بيسموها حكومة مركزية. الحكومة المركزية دي هتدير شؤون الاتحاد او الهدف اللي هم اتفقوا عليه. طيب اما كل دولة ليها حكومة مستقلة، كل دولة ليها حكومة مستقلة، يبقى دي ليها رئيس زائد نواب زائد وزراء، تمام، ودي زيها ودي زيها وهكذا. رئيس كل دولة ونوابه ووزراؤه بالنسبة للاتحاد الكونفدرالي بيسموه حكومة محلية. حكومة ايه؟ محلية. يبقى الحكومة المحلية في الاتحاد الكونفدرالي دول بيختصوا بالامور السيادية. اسألك بسرعة، هي الامور السيادية في الدولة الفدرالية كان مين اللي بيختص بيها؟ دي كان بيختص بيها الحكومة المركزية بتاعة الدولة الفدرالية. يبقى الحكومة المركزية في الدولة الفدرالية بتتحول هنا الى حكومة محلية، تتحول الى حكومة محلية وهي بتختص بالامور السيادية للدولة. ماشي، ده كلام جميل جدا جدا جدا. اما بقى الحكومة المركزية بتاعة الدولة الكونفدرالية هي بتدير شؤون الاتحاد فقط لا غير. طب يا ترى خصائص الدولة الكونفدرالية هنلاقيها عكس تماما مع الدولة الفدرالية. خد بالك اول خاصية قدامي هنا بيقول لك ايه، ها، الدولة الكونفدرالية لكل دولة دستورها الخاص وعالمها الخاص. الدولة الفدرالية ها
كان كل دولة ليها دستور أو الدولة ليها دستور واحد وعلم واحد، إنما هنا الدولة الكونفدرالية أو الاتحاد الكونفدرالي كل دولة على حدة ليها دستور وليها علم. الدولة الفدرالية هي كلها على بعضها ليها دستور واحد، ماشي. الدولة الفدرالية كانت بتتمتع بالتمثيل الدبلوماسي الواحد، يعني بعثة دبلوماسية للدولة ككل، إنما هنا في الاتحاد الكونفدرالي كل دولة بتتمتع بالتمثيل الدبلوماسي بشكل مستقل. زي ما قلت لك الاتحاد الأوروبي يطلع منه 27 بعثة دبلوماسية، كل بعثة بتمثل دولة من دول الاتحاد الأوروبي. طيب احنا قلنا هنا بتختص حكومات الدولة الداخلة في الاتحاد الكونفدرالي اللي هي الحكومة المحلية بالوظائف السيادية. هنا في الدولة الكونفدرالية كل دولة ليها عملة خاصة، تمام، وعاصمة خاصة وجيش واحد وجيش خاص، عكس الدولة الفدرالية اللي كل الدولة الفدرالية لها جيش لها عاصمة لها عملة، انما في الاتحاد الكونفدرالي كل دولة ليها عملتها ولها جيشها ولها عاصمتها. لكن الاتحاد الاوروبي قدر يعمل عملة موحدة اللي هو اسمه اليورو، وده موجود في الاتحاد الاوروبي. هنا زي ما بنقول في الاتحاد الكونفدرالي كل دولة محتفظة بعاصمتها، عكس الدولة الفدرالية اللي كان ليها عاصمة واحدة. احنا اتفقنا وقلنا ان الدولة الفدرالية لا يمكن ان تتحول الى دولة كونفدرالية، لكن الدولة الكونفدرالية العكس ممكن ان تتحول الى اتحاد كونفدرالي، وده حصل قبل كده مع دولة سويسرا اللي كانت دولة كونفدرالية وتحولت الى دولة فدرالية. هنلاحظ على الدولة الفدرالية ملحوظة في منتهى الاهمية. احنا دلوقتي ضربنا مثال من امثلة الاتحاد الكونفدرالي، قلنا الاتحاد الاوروبي. سؤال، هل يا ترى الاتحادات الكونفدرالية دي منتشرة؟ قال لك لا، دي اقل انواع الدول انتشارا. يبقى دي اول صفة، يبقى الدولة الكونفدرالية هي اقل انواع الدول انتشارا واكثرها هشاشة. كلمة هشاشة يعني ضعف. طب ايه اللي بيخليها بتتميز بالضعف او الهشاشة؟ قال لي لان يحق لأي دولة من دول الاتحاد الكونفدرالي ان تعلن انفصالها عن الاتحاد الكونفدرالي في اي وقت دون ان يراجع احد، زي ما عملت انجلترا زي ما قلت لك السنة اللي فاتت وانفصلت عن الاتحاد الاوروبي. عندي ليك سؤال، الاتحاد السوفيتي السابق معروف لينا ان هو كان بيتكون من 15 دولة وكان بيتبنى النظام الشيوعي، خلاص، وبيتزعم الكتلة الشرقية من العالم، ومعروف لينا ان الاتحاد السوفيتي انهار في سنة 91 واعلن رسميا في نهايتها، واول 92 ما بقاش في حاجة اسمها الاتحاد السوفيتي. هل معنى ذلك الاتحاد السوفيتي اللي كان بيتكون من 15 دولة هل كان اتحادا كونفدراليا؟ اقول لك الاجابة لا، ما كانش اتحاد كونفدرالي، بل كان دولة فدرالية. الخمستاشر دولة كانوا متحدين مع بعض، والدليل ان كان ليهم رئيس واحد، اخر رئيس ليهم كان ميخائيل جورباتشوف، وكان ليهم علم واحد وعاصمة واحدة اللي هي موسكو. اذن الاتحاد السوفيتي السابق لم يكن ابدا اتحادا كونفدراليا، بل كان اتحاد فدرالي. طيب كلام جميل جدا. بعد اللي احنا عملناه ده تعال نروح للنقطة الاخيرة من هذا الدرس اللي هي عواصم الدول. تعال نتعلم مع بعض يعني ايه عاصمة. خلي بالك انا همشي لك بطريقة كويسة هنا هتساعدك كتير جدا. لو انا دلوقتي اول حاجة اتكلمت عن العاصمة، انا هعرف معاك العاصمة، ومن خلال التعريف هنقدر نطلع وظائف العاصمة. نقسم صفحتنا كده مع بعض ونروح كاتبين العاصمة. هي ايه العاصمة؟ يلا معايا كده. العاصمة ما هي في الاول وفي الاخر الا مدينة، ولكن مش اي مدينة، ده سوبر مدينة،
ده مدينة على رأس هريشة. تعال نشوف العاصمة اهي هي المدينة خير التي يستقر فيها. يلا نعد مع بعض بقى. اول حاجة بتستقر فيها ايه؟ قال لي حكومة الدولة ورئاستها. صحيح. يبقى دلوقتي العاصمة دي غالبا اللي بيبقى فيها رئيس الدولة وحكومته. طيب كلام جميل جدا. قال لي كمان غالبا فيها سلطتها التلاتة. السلطات التلاتة في اي دولة هم؟ السلطة التشريعية اللي هو مجلس النواب، ومجلس النواب ده وظيفته تشريع القوانين ومراقبة الحكومة، وعند السلطة التنفيذية اللي هم الوزراء اللي عليهم تنفيذ القوانين اللي أقرها مجلس النواب، ثم تدبير الميزانية وإعدادها اللي هي بينفقوا بيها على المشروعات، وعندي السلطة القضائية، ودي طبعا معروفة القضاء بتاع أي دولة وسلك النيابة بتاعه والحاجات دي. ماشي. كذلك العاصمة بيتواجد فيها سفارات الدول الأجنبية، غالبا بتبقى فيها السفارات بتاعة الدول الأجنبية، وأخيرا فيها المؤسسات القومية الكبرى. يبقى العاصمة، عرف معايا لو سمحت، العاصمة ها هي في الأول وفي الآخر مدينة. المدينة دي بيستقر فيها أربع حاجات. الحاجة الأولانية بيستقر فيها حكومة الدولة ورئاستها، بيستقر فيها السلطات الثلاثة، بيستقر فيها سفارات الدول الأجنبية، وأخيرا قال لي هي برضو بيستقر فيها الهيئات والمؤسسات القومية الكبرى. تعالوا من خلال التعريف اللي أنا حطيته للعاصمة هنقدر نطلع مع بعض دلوقتي وظائف العاصمة أو سمات العاصمة، صفات العاصمة. يلا مع بعض. أول حاجة هي فيها حكومة الدولة وإيه؟ ورئاستها. إذن هي مركز واحد، مركز للحكم والإدارة. يبقى دي أول حاجة. تمام. يبقى دي أول وظيفة عندي، هي مركز للحكم والإدارة لأني فيها حكومة الدولة ورئاستها. ولذلك بيطلق على إن العاصمة هي ضابط إيقاع الدولة. الحكومة هي اللي بتعلي الريتم بتاع الدولة أو بتقلله. إذن العاصمة هي مركز للحكم والإدارة. ماشي. إحنا هنا قلنا غالبا فيها السلطات التلاتة. نطلع تاني وظيفة نقول هي مركز للسلطة، مركز للسلطة على جميع أجزاء الدولة بما فيها المناطق الهامشية. ده ليه كده هي مركز للسلطة على كل الدولة؟ قال لي لأن بيتجمع فيها السلطات التلاتة. طب احنا هنا قلنا هي فيها سفارات الدول الأجنبية، بالفعل هقول هي حلقة وصل بين الدولة والعالم الخارجي. النهاردة لما بتبقى الدولة عايزة توصل رسالة لدولة تانية بتبقى عن طريق السفارة بتاعتها اللي موجودة داخل هذه الدولة. لو ان في دولة سين عملت اي موقف مش جاي مع سياسة الدولة الفلانية بتبعت تستدعي السفير وبتبلغه اعتراضها. إذن ان عشان فيها السفارات العاصمة اصبحت العواصم دي حلقة وصل ما بين الدولة والعالم الخارجي. طيب كذلك فيها المؤسسات القومية الكبرى، إذن هي مركز ثقافي للدولة. طيب حلو. آخر واحدة بقى قال لك ملتقى العاصمة دي خطوط النقل والمواصلات في الدولة. بصوا كده لبلدنا، بصوا لمحطة مصر، محطة مصر اللي هنا في رمسيس دي، يا ترى ايه القطارات الموجودين هنا جاية منين؟ اللي جاية من كل جزء في البلد. اذا كل خطوط النقل في البلد بتتجمع في داخل العاصمة. يبقى وظائف العاصمة عددهم خمسة. الخمسة وظائف هي مركز للحكم والادارة. ليه؟ قال لي عشان فيها حكومة الدولة والرئاسة.
طيب هي مركز للسلطة على جميع أجزاء الدولة. ليه؟ قال لي عشان بتضم السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية. قال لي هي حلقة وصل بين الدولة والعالم الخارجي. ليه؟ قال لي عشان فيها سفارات الدول الأجنبية. مركز ثقافي للدولة لأن فيها الهيئات والمؤسسات القومية الكبرى وزي الوزارات المختلفة ومن ضمنها وزارة الثقافة والإعلام وهكذا. طيب أخيرا أنا قلت ملتقى خطوط النقل والمواصلات داخل الدولة. طب أنا بختار العاصمة على أساس إيه؟ إيه العوامل التي أدت إلى اختيار العاصمة؟ خلي بالي من الكلام عشان كلام في منتهى الأهمية وكله أسئلة. العوامل اللي أنا بختار من خلالهم العاصمة أربع عوامل. تعالى كده ونشتغل ونطبق. أول العوامل اللي أنا على أساسهم تم اختيار العاصمة العامل التاريخي. يبقى أنا بختار العاصمة لأهميتها التاريخية. العاصمة بيكون لها أهمية تاريخية زي القاهرة وزي لندن وزي باريس وزي روما. كل العواصم دي ليهم أهمية تاريخية وبناء عليه تم اختيار هذه المدن لتكون عواصم للدول التابعة لها. تاني حاجة بيقول لي الموقع وسهولة المواصلات. أنا هركن دي شوية وتعالى كده بنقول الموقع وسهولة المواصلات. لو أنا رسمت لك رسمة تعالى نبص مع بعض كده أنت هتعرف بسرعة الرسمة اللي احنا بنرسمها دي لأن مش جديدة ولا غريبة علينا. لو أنا بصيت كده بلاقي إن دي الدلتا وبعد كده بلاقي الوادي وبلاقي بقية مصر وسنية إنا وبحيرة ناصر بالمنظر ده وبكمل بدخل على دولة السودان. تعال معايا هنا يا أستاذي هنا في مدينة اسمها الخرطوم وهنا كده في مدينة اسمها مدينة القاهرة. طب أنا تم اختيار القاهرة والخرطوم كعواصم دي لمصر ودي للسودان. ليه؟ قال لي لأنها بتقع على نهر ملاحي ألا وهو نهر النيل. يبقى أدي تاني حاجة الموقع وسهولة المواصلات قد يتم اختيار العاصمة لأنها بتقع على نهر ملاحي زي القاهرة أو مدينة الخرطوم. قال لي قد تكون العاصمة تقع في منتصف الدولة زي مدريد عاصمة أسبانيا تم اختيارها لأنها بتقع في منتصف الدولة ويسهل الوصول إليها من كل أجزاء الدولة. أو قد يكون موقع العاصمة على بحر ساحل بحر أو محيط زي مدينة نواكشوط عاصمة موريتانيا. كلام جميل. يبقى العامل رقم 2 الأولاني اللي أنا قلته العامل التاريخي، العامل الثاني الموقع وسهولة المواصلات، ثالث العوامل قال لي الحماية والدفاع. لو أنت مسؤول عن اختيار عاصمة بلد هل بالعقل هتختار عاصمة هذه الدولة على أطراف الدولة أم في داخل الدولة؟ المنطق يقول والعقل يقول إن أنا هختارها داخل الدولة لأن هي لو موجودة على الأطراف أي غزو داخل للدولة هيستولى الأول على العاصمة وبسقوط العاصمة تسقط الدولة. يبقى من الأفضل والأولى أن يتم اختيار العاصمة بعيدا عن أطراف الدولة، بعيدا عن أطراف الدولة حتى توفر الحماية والدفاع لهذه الدولة والعاصمة يبقى واخدة كده عمق جغرافي. هل هناك دول غيرت العواصم بتاعتهم لهذه الأسباب؟ قال لي آه، إن أنا عندي كانت عاصمة تركيا القديمة إسطنبول تم تغييرها من على الساحل، تم تغييرها للمناطق الداخلية من إسطنبول إلى مدينة داخلية سميت بأنقرة وديا تم اختيارها للحماية والدفاع. كذلك تم تغيير عاصمة نيجيريا من العاصمة القديمة ليجوس اللي كانت بتقع على ساحل المحيط الأطلنطي إلى العاصمة الداخلية أبوجا حتى يتوفر لها عامل الحماية والدفاع. لو انت عددت معايا الثلاث عوامل اللي انا قلتهم هتلاقيهم بينطبقوا على مدينة القاهرة. يبقى قاهرتنا قاهرة مصر عاصمة مصر هي بيتوفر فيها ثلاث عوامل لاختيارها. بيتوفر فيها
العامل التاريخي، بيتوفر فيها الحماية والدفاع، بيتوفر فيها السياسة، بيتوفر فيها الموقع وسهولة المواصلات. العامل الوحيد الذي لم يتوفر داخل القاهرة هو العامل الرابع في اختيار العاصمة، وهو السيادة القومية. كتير قوي مننا بيسأل مش فاهم يعني ايه كلمة قومية. كلمة قومية دي مجموعة من البشر غالبا بيبقى لهم تقريبا نفس الصفات بتاعت الأمة، مش أمة ولكن تقريبا عندهم نفس العادات، نفس التقاليد، نفس الارتباط بالأرض، تمام؟ دول بيسموهم القوميات الكبرى. مثل تم اختيار العاصمة الروسية موسكو في وسط الأغلبية السلافية، وديا كده مجموعة بشر بيشتركوا في صفات معينة موجودين في منطقة غرب روسيا وواخدة معانا شرق أوروبا كمان. يبقى عوامل اختيار العاصمة 4 عوامل زي ما قلنا: في العامل التاريخي، في الموقع وسهولة المواصلات، في الحماية والدفاع، في عندنا السيادة القومية. هناك مجموعة من الدول أخذوا العواصم بتاعتهم على ساحل بحر أو محيط زي نواكشوط. الله، هل معنى ذلك أن موريتانيا مش متوفر في العاصمة دي الحماية والدفاع؟ أيوة طبعا، ولكن هم رجحوا العامل الاقتصادي. يبقى هم أخذوا العواصم على سواحل لترجيح الكفة الاقتصادية. يعني أنا عندي في مجموعة مثلا من العواصم العربية: عاصمة تونس، وعاصمة ليبيا، وعاصمة الجزائر، وعاصمة المغرب، وعاصمة موريتانيا، كلهم بيقعوا 4 عواصم على ساحل البحر المتوسط: ليبيا، تونس، جزائر، مغرب. العاصمة الخامسة موريتانيا، عاصمتهم نواكشوط. هتلاقيهم كلهم واقعين. هتلاقي ليبيا طرابلس على ساحل البحر المتوسط، تونس عاصمتها تونس على ساحل البحر المتوسط، الجزائر عاصمتها الجزائر على ساحل البحر المتوسط، المغرب عاصمتها الرباط، واخيرا عندنا نواكشوط عاصمة موريتانيا بتطل على ساحل المحيط الأطلنطي. الله، طب يا ترى ايه اللي خلاهم تم اختيار العاصمة دي نتيجة انها مش بتوفر الحماية والدفاع؟ قال ان هم رجحوا الجانب الاقتصادي في هذه المدن. كذلك انا عندي في العواصم، في عواصم قديمة وعواصم مستحدثة. بس قبل ما نعمل ده تعال معايا كده حضرتك شوف سمات العاصمة او صفات العاصمة اللي احنا عملناها من شوية هنا مع بعضنا وطلعناها في الاول خالص. احنا قلنا سمات العاصمة هي مركز للحكم والادارة، ضابط ايقاع لكل اجزاء الدولة، وبتضم حشد للقوى السياسية لان فيها حكومة الدولة ورئاستها، مركز للقوة والسلطة لبسط سيطرتها على جميع اجزاء الدولة بما فيها المناطق الهامشية لان فيها السلطات الثلاثة، حلقة وصل بين الدولة والعالم الخارجي عشان السفارات، مركز ثقافي، واخيرا ملتقى خطوط النقل والمواصلات، وده اللي احنا عملناه مع بعض. بنصنف العواصم، بنقول ان انا عندي في عواصم قديمة وعواصم مستحدثة. عواصم قديمة، العواصم القديمة ظلت لقرون طويلة عواصم للدولة كمركز ثقافي واقتصادي رئيسي داخل هذه الدولة، زي ما قلنا القاهرة ولندن وباريس وروما، دي كده عواصم قديمة. طيب كذلك بقى ان انا عندي عواصم مستحدثة. لو انت بصيت للخريطة اللي قدامك هتلاقي دولة اليابان. دولة اليابان هي من الدول التي غيرت عاصمتها، يبقى عاصمتها بتعتبر عاصمة مستحدثة. العاصمة القديمة بتاعتهم كانت اهي اللي هي كيوتو دي كده، لو انت بصيت هتلاقيها واقعة في وسط جزيرة هونشو اللي هي اكبر الجزر اليابانية، تمام؟ اذا دي كان بيتوفر فيها عامل الحماية والدفاع، ولكن تم تغييرها الى العاصمة الحديثة اللي هي طوكيو، يبقى دي عاصمة مستحدثة، تمام؟ الله، طب كده اليابان خالفت مبدأ الحماية والدفاع؟ ايوه، ولكنها رجحت الجانب الاقتصادي. زي ما انا قلت لك اي عاصمة موجودة على الساحل يبقى رجحت الجانب الاقتصادي في اختيار هذه العاصمة. زي ما بنقول دلوقتي تم اختيار العاصمة او تغييرها من كيوتو اللي كان بيتوفر فيها الحماية والدفاع الى طوكيو، وذلك لكي تكون مركز حضاري هام ومصدر حياة بالنسبة لدولة اليابان.
يبقى ده تم اختيارها علشان زي ما اتفقنا وقلنا ان عشان تكون مصدر حياة للدولة ومركز حضاري كبير. من الدول اللي غيرت العواصم زي ما قلنا عندي العاصمة النيجيرية القديمة ليجوس تم نقلها الى العاصمة الداخلية اللي اسمها أبوجا، وكذلك أنقرة كعاصمة حديثة مستحدثة لدولة تركيا بدلا من اسطنبول العاصمة القديمة. كذلك عندنا دولة البرازيل نقلت العاصمة القديمة بتاعتهم ريو دي جانيرو، نقلتها الى العاصمة الجديدة اللي سميت باسم برازيليا. اذا ده كده عواصم الدول. اخر جزء في الدرس عايز اقول ان هناك مدن لا تقل اهمية عن العواصم، مدن ذات ثقل اقتصادي وسياسي وسكاني وديني، وبيطلق عليها اسم مدن القلب. مدن القلب، مدن القلب اهي مناطق بتشكل اهمية وثقلا اقتصاديا وسكانيا وثقافيا او سياسيا موجود داخل الدولة، وما بتقلش ابدا باي حال عن العاصمة، وبيطلق عليها مدن القلب او نواة الدولة. انا عندي فيه اربع انواع من مدن القلب او النواة. في مدن قلب ذات أهمية اقتصادية، مدن قلب ذات أهمية اقتصادية زي منطقة البحيرات العظمى التي تقع على الحدود الأمريكية الكندية، يبقى هي قد أو ممكن، من الممكن ده خلي بالك بيجي اختيار، قال لي يمكن أن تقع مدن القلب على حدود دولتين، أقول له أيوة زي منطقة البحيرات العظمى التي تقع على الحدود ما بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية. طيب تعال معايا، في عندي مدن قلب ذات أهمية سياسية تقدر تاخد أي عاصمة بيعقد فيها المؤتمرات السياسية، أي مدينة بيعقد فيها المؤتمرات السياسية. أم المدن في المؤتمرات السياسية نيويورك، لان فيها مقر الامم المتحدة، فيها مقر الامم المتحدة اللي بيعقد فيه المؤتمرات السياسية الدولية، ولذلك هي مدينة قلب ذات اهمية سياسية. في عندنا، طب ممكن يطلق على عندنا في القاهرة؟ طبعا اي عاصمة قلنا بيعقد فيها المؤتمرات بتعتبر مدينة قلب ذات اهمية سياسية. في مدن قلب ذات تركز سكاني زي المنطقة الموجودة في شمال وشرق أفغانستان، دي مدن قلب ذات تركز سكاني. في مدن قلب ذات أهمية ثقافية ودينية، أي نعم، زي مدينة مكة المكرمة. كده شرح الدرس بتاعنا انتهى. تعالوا نطبق بشوية أسئلة نجرب كده مع بعض ونشوف الشطارة مع بعضنا انت هتقدر تطبق ازاي. نشوف مع بعض